معاكم رحلة عبر الزمن بين سكيك ورباط والفريج القديم والناس الطيبة اللي كانت عايشة هني وذكرياتهم. أنا متأكد أن اللي تابعون سنابي حاليا يمكن جدهم كان ساكن في هالبيت، يمكن جارتهم كانت في هالبيت، يمكن قرايبهم ساكنين في هالبيت. ذكريات كثيرة. أنا قاعد الحين أسافر في ذكريات الناس اللي كانوا عايشين في هالأماكن، في هالفريج، الناس اللي كانوا مجابلين البحر ينطرون الخير من هني عشان يعيشون هني. شوفوا تفاصيل البيوت، ترى تاريخ البيت يبين من هندسيته، من تصميمه. شوفوا الشباك شلون، شوفوا الباب شلون، هذا كله تاريخ، هذه كلها ذكريات أنا أحرص دائما إني أبينها تقديرا واحتراما للناس اللي كانوا عايشين هني. والله من ولاية مرباط أنا موجود. دقيقة، أول شيء سامحنا صاحب اللبس المنشر، نغير مكانه. لا بغير مكانه، هنا بحط المنشر هني. يا سلام. أنا موجود حاليا في مرباط، هالولاية التاريخية العريقة. سميت مرباط نسبة إلى أهلها المعروفين سابقا في القرن التاسع بأنهم يربون الخيول ويصدرونها الكثير من المواني على مستوى العالم. وأيضا مرباط معروفة تجاريا بتجارة الحراف وتصدير اللبان، يعني أهل مرباط معروفين تجار قديما وتاريخيا، وهالشيء معروف ووصلني من المتابعين. أنا ودي أعرف شنو القبائل اللي كانت عايشة في مرباط من المتابعين. أنا ودي أعرف شنو القبائل اللي كانت عايشة في مرباط، من مرباط وأهل مرباط، مو ناس عادي. الناس تعبوا واجتهدوا وكان لهم إلى الآن قوة وقوة تجارية كبيرة، خاصة أن المينا الموجود في مقابل ولاية مرباط أو فريج أهل مرباط كان له قوة كبيرة تجاريا، وكانوا الناس من خارجيون إلى عمان وتحديدا مرباط من هالمينا هذا. خلونا ندش واحد من هالبيوت، شوف البيوت قبل يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف البيوت القديمة قبل، شوف شكل البيت قبل شلون. لا يبا انطر انت، شنو تسكر؟ خلني اصور. لا ينهدم علي انت، هد. لا تكسر كذي، هده، خلني اصور للناس. انا بروحي متوتر. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا شكل البيوت، شوفوا عيشتهم شلون قبل. شوفوا البيت هذا وشكله، الناس يصعدون له كذي ومدخل البيت من هني على الدرج. أنا ودي أعرف منو اللي كانوا عايشين هني، شساميهم،
شنو القبائل اللي المعروف انها كانوا من سكان المرباط؟ ودي اعرف واقول للناس عن هذيل الاشخاص اللي عايشين، لان من حقهم نسترجع ذكرياتهم، وطلب ترحموا على الناس اللي الله خذ امانتهم وتوفوا، عسى الله يرحمهم ويغفر لهم، وادعوا بالخير للناس اللي الى الان عايشه، لان دام احنا جينا بقعتهم مكانهم حل نستذكرهم بالخير شنو ما كان. تحيه وسلام مني لكل الناس اللي الى الان عايشين في المرباط، اسلم عليكم.